أهلا بكم إلى هذه المواجهة المفتوحة على مدى ساعتين، نتطرق فيها إلى أبرز الملفات المتعلقة بالحرب في المنطقة، تحديدا على الساحتين الفلسطينية واللبنانية وتداعيات ذلك، والملفات المرتبطة بكل ما يحدث الآن من تطورات في الشرق الأوسط. جولة جديدة تضاف لعشر جولات سبقتها يقودها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في المنطقة في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة. جولة بلينكين يعول عليها كثيرا هذه المرة، خصوصا بعد ما يصفه السياسيون الأمريكيون بإزاحة عقبة يحيى السنوار بعد مقتله وتحقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي معظم أهدافه في غزة. في الاستوديو معي الدكتور محمد فراس النائب، أستاذ العلاقات الدولية والإعلام، أهلا بك، ورئيس طبعا مركز استراتيجيا للدراسات، أهلا وسهلا فيك. وفي انتظار أن يتيسر الضيفان الآخران إذا كان معي، طبعا من تل أبيب دكتور يوسي يونا عضو الكنيسة الإسرائيلية السابق، وسيكون معي أيضا من القاهرة الدكتور جمال القاضي أستاذ العلوم السياسية، أيضا في انتظار أن يتيسر الاتصال معهما. دكتور محمد أهلا بك، جولة بلينكين بماذا ستفيد هذه المرة؟ هل من جديد في جعبته؟ في البداية مساء الخير للجميع. نعم، هذه الجولة يمكن أن يكون الرقم 11 في جولاته منذ بداية الحرب. بشكل عام أي نوع من الحراكات الدبلوماسية بهدف كسر رتابة هذه الحلقة من الموت والدمار شيء إيجابي. البارحة هوكستين، اليوم بلينكين، كان هناك قبل ذلك حراكات للدبلوماسية الإيرانية، أيضا هناك هذا المنتدى الذي تريد فرنسا أن تقيمه يوم الخميس القادم، هناك مبادرة مصرية، كل من تلك الأمور إيجابية للغاية، من أجل كما قلت أن لا يكون هناك هذه الرتابة. أصبح العالم ينظر إلى الموت والدمار وكأن هذا الأمر شيء طبيعي، سواء كان في غزة أو في جنوب لبنان. ولكن بالمقابل وإنصافا للتفاؤل وليس التشاؤم، أنا أعتقد وللأسف الشديد أنه لا يعول على تلك الحركات، وفي مقدمتها الحركات الأمريكية، والتي يعني كان هناك هذه الهدنة الهلامية التي راوحت على مدى أشهر وبدون أي طائل، بحكم أن الولايات المتحدة لا تقوم بما يجب القيام به من أجل إثناء الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة إلى هذا الأمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية، بأنه الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تساند وتوافق الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالضربة المرتقبة لإيران، وبالتالي هذا الأمر يعني بأنه مهما وصلت التوافقات أو مهما حدث أي شيء من تلك الكسر، هذا الكسر للجمود، أنا أعتقد بأنه في لحظة من اللحظات بعد هذه الضربة المرتقبة سوف تنقلب الطاولة وتختلط الأوراق مجددا، وسوف يكون هناك عودة إلى هذه الحلقة المفرغة من الموت والدمار. إذن أنا لا أستطيع أن أعول على هذه الحركات الدبلوماسية، كون أن الأساس في الموضوع الحكومة الإسرائيلية وكيف يمكن إثناءها قسريا عن الاستمرار في هذا الأمر. طيب، معي دكتور يوسي يونا من تل أبيب. هناك من يقول لا داعي للتعويل الآن على زيارة بلينكين، 9 زيارات أو 10 سبقتها لم تفضي إلى شيء، هذه المرة إلى ماذا قد تؤدي هذه الزيارة؟ طلع، لا نريد أن نفقد الأمل أنه سيكون هناك وقف إطلاق النار على جبهتين ونصل إلى حل شبه سلمي للصراعات المتواصلة، أي في الجنوب أو في الشمال. وفي هناك محاولات مستمرة من قبل الإدارة الأمريكية، وأتأمل في نهاية المطاف يكون هناك استعداد من قبل الطرفين، أي الطرف اللبناني، الطرف اللبناني لا أتكلم عن الطرف اللبناني، أتكلم عن حزب الله، لأنه لا أعرف عنه. الحرب المستمرة في الشمال هي ضد لبنان بشكل عام طبعا، بس بشكل خاص يعني ضد حزب الله. وكيف ما أسلفت أن سيكون هناك حل سلمي أو شبه سلمي في الجنوب،
في راقد طبعا انه يحدث ذلك. طيب في هذه الحالة المطلوب وقف الحرب على غزة، المفروض تكون في صفقة. نتنياهو ما زال مصر ويقول بأنه أمامه أهداف بده يحققها، لدرجة أنه أصبح متهم أمام رأي عام إسرائيلي، ما بدي أقول للرأي العام الإسرائيلي، بأنه لا يبالي بحياة الأسرى، لديه مخطط يريد أن ينفذه. هل هذه الزيارات هي رد، يعني ذرة ماد في العيون الأمريكية أقصد، من وراء الكواليس إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو ليستمر في مخططه؟ لا أرى بأنه في هناك موافقة مطلقة من قبل الإدارة الأمريكية اللي يحدث في قطاع غزة. طلع إسرائيل من، إذا نتكلم عن الموقف الرسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية، إن حققت أغلبية أهدافها في غزة، وليس هناك لحركة حماس أي قوة هائلة. ولا من يومين قتلوا عقيد قائد اللواء 401، يعني في بعض الكتاب الإسرائيليين بيقولوا عم بيزدادوا قوة الآن، بيعيدوا ترتيب صفوفهم. طلع هذه الأشياء طبعا، وإذا حدث كان، خلينا نتكلم يعني وقف إطلاق النار وأشياء من النوع، عمليات إرهابية منفصلة يعني طبعا هذا يكون، لكن أتكلم بشكل عام كأنه في هناك جيش منهجي أشياء من النوع. لا أرى بأنه في هناك جيش منهجي في قطاع غزة، وطبعا هذا يعني كأنه شبه حرب يستمر، لكن ليس هناك مبرر لاستمرار الحرب. هذا موقفي، إذا لك موقف آخر تفضل لا، أنا قدمه. ماليش مواقف، أنا بحاور لا وبسمع بقول المواقف أنا يعني. معك، لا أنا معك، بقول أنه ليس هناك أهداف إضافية إلى نتنياهو اللي يريد يحققها، راحت عليهم يعني حركة حماس. ليس هناك، خلينا نقول، جيش. طبعا في هناك إمكانية، في هناك استعداد من قبل أفراد أن يفعلوا ويطالبوا ثمن باهظ. طبعا حكيت عنها العقيد التي وفى، طبعا هذا ثمن باهظ، لكن أدعيني أقول أنه حقق من قبل يعني الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية أنه ليس هناك قوة منهجية لحركة حماس. اغتيل سنوار، وأنا حسب رأيي أنه يجب أن يكون رأس الأولويات حاليا المختفين في قطاع غزة، ويجب أن نتحدث عن هذا الإشي. هذا طبعا هذا رأيي وليس رأي حكومة إسرائيل. طيب، هناك طالب من قبل الشارع الإسرائيلي، من المجتمع الإسرائيلي، أنه يلا خلص انتهى الحرب في الجنوب وتعال نتقدم في الصفقة وغير الصفقة، لكن أنه تحرير المحتجزين في قطاع غزة يجب أن يكون على رأس سلم الأولويات. هذا المطالب الموجودة في الشارع طيب الإسرائيلي. معنا من القاهرة، خليني أرجع لك دكتور جمال أستاذ العلوم السياسية، ماذا تعني زيارة بلينكين في الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض؟ وكان أمام الأمريكان مساحة من الزمن يستطيعوا فيها يعني وقف إطلاق النار وربما تحقيق أو الوصول إلى صفقات، ماذا نتوقع الآن من هذه الزيارة اللي قد تكون الأخيرة؟ مساء الخير لكم. أهلين. للأسف يعني كنا نتمنى ليس فقط بهذه الزيارة أن تنتهي الحرب، منذ الزيارة الأولى أن تنتهي هذه الحرب وأن ينتهي هذا العدوان على شعبنا، وأن ينتهي هذا القتل المجاني، هذه الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة غير جدية بصراحة، يعني 11 زيارة إلى المنطقة الشرق الأوسط من أجل منع إسرائيل أو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تنجح الولايات المتحدة. وللأسف نحن عندما نقرأ جيدا المواقف الأمريكية ونقرأ التصريحات الأمريكية ونقرأ ما تحمله كثير من التفاصيل في السياسة الخارجية الأمريكية، ندرك تماما أن الولايات المتحدة غير جادة لحتى هذه اللحظة في منع إسرائيل من شن هذه الحرب وهذا العدوان الكبير على قطاع غزة. وربما جميعنا نشاهد المذابح التي تمارس ضد شعبنا، وليس فقط الهدف المعلن لإزاحة حماس عن الحكم أو الرد على ما قامت به حماس في 7 من أكتوبر،
ولكن للأسف الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة أعطت المساحة كاملا لإسرائيل لتنفذ كل أهدافها، سواء الأهداف المعلنة أو الأهداف غير المعلنة. ما دون ذلك لا نرى هناك جدية من الولايات المتحدة. نحن نأمل أن تتوقف هذه الحرب، ونأمل أن يتوقف قتل أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتتوقف هذه المذبحة، ولكن حتى الآن هناك خيبة أمل بموقف الولايات المتحدة وبجديتها، وربما الزيارة 11 لم تشكل كثيرا، وهذا دليل آخر على أن عندما نقرأ السياسة الخارجية الأمريكية نرى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية يعني هناك تفهم وتبني كامل للسياسة الإسرائيلية، ولم يكن وزير الخارجية أنتوني بلينكين ربما يملك الجدية وربما يملك الإرادة. طب هون سؤال دكتور جمال، أنه لماذا ربطوا كاين أنه كل الأمور معلقة في رقبة السنوار؟ يعني الآن بدأوا يتحدثوا كأنه ممكن أن تكون في حلحلة، وعلما أن القضية كما قال أكثر، يعني نعم هو دفع حياته ثمن لما يحدث، بس القضية مش قضية أنه يعني بي 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 أنه قتلوا السنوار معناها انحلت كل القضايا. الموضوع ما زال احتلال في الضفة الغربية وغزة، قصف، حرب مستمرة. بالضبط. أنه لاحظ نحن لا في عملية سلمية على مدار 30 عاما، وكان لم يكن هناك مقاومة ولم يكن هناك حروب، وكان هناك تبني لعملية السلام، وكان هناك تفهم لكل مسيرة عملية السلام منذ بداية أوسلو حتى يعني لعند لا يومنا هذا، ونحن نتمنى هذا السلام. ولكن إسرائيل في كل الظروف دائما هي تخلق الأزمات وتعمل على صناعة الأزمات من أجل استمرار احتلالها، ومن أجل عدم تبنيها للخطوط العامة لعملية السلام. هناك لم يكن في يوم من الأيام جدية ولا دعم حقيقي ولا إرادة حقيقية من قبل المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة من أجل إجبار إسرائيل على تبني العناوين الرئيسية لعملية السلام القائمة على إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل. إذن إسرائيل ليس فقط هذا الظرف الذي اليوم نعيشه من مذابح ومن عدوان هو الذي منع عملية السلام، أو ربما وجود أشخاص مثل السنوار أو مثل هنية إسرائيل منذ عام 1974 وعندما دخلت منظمة التحرير العملية السلمية بكل جدية وبكل إرادة حقيقية ممثلة للشعب الفلسطيني بكل فصائله، إسرائيل لم تعمل على تبني المفهوم الحقيقي للسلام. هي تريد سلام ترسمه بطريقتها، سلام إسرائيلي تأخذ الأرض، لا تمنع نوع من الحقوق للشعب الفلسطيني. ولكن وجود سنوار اليوم لا يعني أن إسرائيل، غياب السنوار لا يعني لإسرائيل أنها انتهت هذا العدوان. السنوار منذ أسبوع ربما 10 أيام أزيح عن الساحة كما تدعي إسرائيل. أين الجدية الإسرائيلية من ذلك؟ طيب دكتور محمد، مرة أخرى نفس السؤال، ربط الأمور بيحيى السنوار ماشي الحال. من أول ما خرج الخبر الأمريكان على طول طلعوا تصريحات الآن يرون هناك أفق لإيجاد حل والوصول إلى صفقة، علما أن الموضوع لا يتعلق بشخص واحد. أنا معك تماما، ولكن اسمح لي أن أعقب على الضيف الأول الذي من يوسف. إسرائيل نعم، الذي عول على التفاؤل تجاه حكومة نتنياهو والجهود التي يمكن أن تثمر الجهود الأمريكية مع حكومة نتنياهو. أنا أريد أن أتساءل هنا، ماذا يمكن أن نفهم من هذه التصريحات من رئيس الوزراء نتنياهو بأن يقول بأننا نخوض حرب القيامة وليس هناك من شيء يمكن أن يردعنا حتى النصر، وكما أيضا جالانت يقول بأن أي نوع من المفاوضات يجب أن تكون تحت النار. هناك من يشبه هذه الحكومة بحكومة الاغتيالات والتي يمكن أن توصم بها أي حكومة سياسية توصم بها مدى العمر ذات الشيء. هناك من يشبه جالانت باستراتيجية آل كابون رجل عصابات الشهير الذي يقول دائما عليك أن تتفاوض وأنت تمسك المسدس أفضل من أن يكون لديك غص زيتو. وبالتالي أنا لا أعتقد أنا كيف يمكن أن أتفهم هذه التصريحات التي تجعل من الأيديولوجيا مطية من أجل الوصول إلى أهداف قد لا تكون تدفع باتجاه أي نوع من أنواع التهدئة أو السلام. أما فيما يتعلق بسؤالك الكريم، أنا أعتقد ويمكن أن نقتبس هنا ويمكن أن أكمل لاحقا إذا تسنى لي الوقت حول دراسة قامت بها أكاديمية ويست بوينت، دراسة أكاديمية تقول بأن اجتساس الرأس أو ما يتعلق بتلك الجماعات المسلحة في حال أنه تم
بتر رأس هذه الجماعات، فيمكن أن يكون هناك سيناريوهين ويعتمدان على عدة معطيات. سيناريو يتعلق بالشلل المزمن أو الاضطراب المؤقت، وهذين الأمرين يمكن أن يعتمدا على المؤسساتية ضمن الجماعة، سواء كانت بيروقراطية أو هناك لا مركزية أو يمكن أن يكون هناك مرونة وغير ذلك من تلك الأمور. والأمر الآخر يتعلق بالحاضنة الشعبية. هنا يجب أن نقف بكثير من التعمق، خاصة بأن هذا السؤال الذي طرحته حضرتك يدور في كواليس صناع القرار في البيت الأبيض، كما رشح بأنه هل يمكن أن يعول على حماس وحزب الله بعد هذه الاغتيالات التي طالت منظومة القيادة والسيطرة بأن يكون لديها قرار تستطيع من خلاله أن تذهب باتجاه تهدئة أو تفاوض أو حتى استمرارية للحرب؟ طيب دكتور يوسي، إلى متى إسرائيل لا تريد أن تتعلم هذا الدرس؟ الدرس هو كالتالي: دائما تربط القضية الفلسطينية، النضال الفلسطيني بأشخاص، ماشي الحال؟ طيب الآن بعد أنه توصلوا إلى السنوار، وطبعا يعني الصور تشير لأنه يعني قضى وهو يقاتل، ماشي الحال؟ طيب بدأوا يتحدثوا عن إمكانية حلحلة. إذا بترجع للتاريخ، وتأكيد بتعرفوا طبعا، يعني متأكد أنه بدءا من قيادات فتح إلى الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حماس، الجهاد الإسلامي، عقود من تاريخ الاغتيالات، ولم تتأثر القضية الفلسطينية ولا النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. إذن لماذا ربط الوجود الآن حلحلة من بعد السنوار؟ طلع أنت عم بتحكي معي وأنا من معسكر السلام في إسرائيل. مني بعرفك منيح، بعرف إنك بعرفك إنك لحظة بعرف إنك معسكر السلام، بس لا لا بعطيك بس أفسر لك. ما أنا رميت لك هذا السؤال لأن بعرفك إنك يساري، بس أحيانا شوي بتروح لليمين بجوز من حيث لا تعلم أو تعلم. طلع أنا بدي أفسر هالنقطة. طلع اولا كيف ما قلت، انا منتمي لمعسكر السلام، كانت لقاءات مع ابو مازن، كنت في المقاطعه عده مرات، فيش يعني شك في بالنسبه لموقفي اتجاه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وانا طبعا لست ممثل رسمي لحكومه اسرائيل. في هناك نقطتين منفصلتين. النقطة الأولى، ليس هناك فرق بين يمين ويسار بالشارع الإسرائيلي اتجاه حماس، أنه في موافقة أنه يجب أن تدمير قواتها العسكرية، وليس هناك مجال أن أتفاوض مع حركة حماس، لأنه التصريحات من قبل حركة حماس تدمير إسرائيل وشاملنا، وطبعا المجازر التي ارتكبت قبل سنة. هذا لا تحكي عني أنه أنا يميني، يعني طبعا لست يميني، لكن كيف ما قلت لك يعني بالنسبة لحركة حماس ليس هناك فرق في الشارع الإسرائيلي حاليا. النقطة الأخرى، وبالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، طبعا يلا أنا بقول يلا قضينا على حركة حماس، خلينا نتفاوض مفاوضات سلام، ليس لي أي شك في هذا الموضوع، وأنا أناقد الإدارة الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية، أنه ليس هناك استعداد جدي في هذا الاتجاه. وإذا يعني تريد معين أن نناقض إسرائيل بالنسبة لهذا الموضوع، هذا الموقف، يعني أنا معك يا أخي، فيش مشكلة في هذا الموضوع، فيش مشكلة، فيش يعني أنه فرق في المواقف لدينا، أنه يجب علينا أن نتفاوض مع الجانب الفلسطيني لكي نصل إلى حل سلمي على أساس دولتين لشعبين، ليس شك في هذا الموضوع. لكن أدعيني أضيف بأنه في هناك طبعا عناصر في الشعب الفلسطيني نفسه التي يعارضوا هذا الحل ولهم يعني طموحات، خلينا نقول دكتور يوسي إذا في عناصر تعارض هذا الحال في الحكومة الإسرائيلية، وزراء بس مش بيعارضوا الحال، بيدعوا إلى حرق حوارة، بيدعوا إلى تهجير الفلسطينيين، إلى التنكيل بهم، إلى تجويعهم، يعني هذا هو الأخطر عندما تكون رسمي ممثل في الحكومة، وهذه هي فلسفاتك السياسية، مش أنت كيوسيونا أقصد الحكومة. طبعاً طلع لا شك بأنه لأنه حكومة إسرائيل نفسها ونتنياهو أيضاً
أصبح كأنه رهينة للأطراف المتطرفة للغاية، بن جفير والآخرين سموتريتس، هم أصبحوا كأنه لهم القوات المهيمنة على الحلبة السياسية. هذا طبعا، هذا حسب رأيي هذا شيء محزن، أنه لهم السيطرة على نتنياهو، لهم السيطرة على حكومة إسرائيل، ويتكلموا أشياء أوهام أنه تجديد المشروع الاستيطاني في قطاع غزة. هذا هبل، هذا الحكي ليس له أي، كأنه ليس له أي مبرر، وليس له أي، بس مو ما عم خلينا نقول بنفذوه بما يسمى خطة الجنرالات. بديش أتأخر على الدكتور جمال، برجع لك مشان نسألك عن هذه النقطة. من ضمن ما يقال ويساق الآن في الأخبار دكتور جمال، أنه أكسس تتحدث الآن عن إمكانية وجود مقترح مصري. قرأت شيء عن هذا القبيل؟ سمعت شيء من هذا القبيل؟ بقول أنا محمد والزملاء، لا لا دكتور جمال، دكتور جمال والزملاء، نحن نتمنى اليوم قبل الغد أي مقترح يوقف هذه الحرب ويوقف هذه المجازر. وربما وأنتم تتابعون ما يحدث في طبعا شمال غزة وفي جباليا، هذه المذابح التي ترتكب في ظل غياب السنوار وغياب أو انتهاء أو ربما ابتعاد المقاومة عن الأماكن التواجد المدني الموجود في قطاع غزة. ولكن نحن نتمنى اليوم أن تكون هناك مقترحات جدية من جميع الأطراف يمنع هذه المذبحة وتتوقف، وأن تذهب تحدد الخطوط العامة لإنهاء هذا الاحتلال. اليوم قطاع غزة كاملا يتعرض لاحتلال، قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل، ربما أعيد قطاع غزة إلى سنوات طويلة إلى الخلف اليوم بفعل آلة الحرب الإسرائيلية. نتمنى أن تكون هناك جدية من جميع الأطراف وعلى رأس الولايات المتحدة لفرض شروط وقف إطلاق النار على إسرائيل، لأنه هي الطرف الذي يمارس كل أنواع القوة، وهي الطرف اليوم الذي يحتل قطاع غزة، وهي الطرف الذي يمارس كل عنجهية القوة الجوية والبرية والمدنية والبحرية ضد شعب مدني. ليس هي هذه حرب، هذا عدوان شامل يمارس على قطاع غزة. نتمنى من الجانب من الأخوة المصريين أن تكون هناك جهود جبارة من أجل أن يكون هذا المقترح الذي أعلن عنه ويقوم على أساس وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب والإعمار وإقامة لجنة فلسطينية في قطاع غزة أو إعادة السلطة الفلسطينية. وهذا الأساس. إذا كان هناك جدية إسرائيلية بوقف هذه إطلاق النار، يجب أن تكون هناك وحدة واحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أن تكون السلطة هي المرجعية القانونية لهذا الحكم القائم أو هذه الإدارة. أيوة. للضفة الغربية وقطاع غزة. طيب. ما دون ذلك سنبقى في عجلة في العجلة بده ينتهي في عجلة الوقت، بده ينتهي الوقت، بس بدي أسأل دقيقة لك ودقيقة للدكتور يوسي. يوسي الآن نتنياهو، وإحنا بنتحدث عن الهيكل الرئيسي الآن، الجسم الرئيسي الحكومي في إسرائيل، قال لا حماسستان ولا فتحستان وما في عودة للسلطة في غزة. طب شو بده نتنياهو؟ طلع أنا مستغرب أيضا لما لا تطرح هذا. أنا مستضيفك، لحظة عشان نتفق على شغلي، احنا بنستضيفك الان كمحلل، انا مش مستضيفك كفكرك اليساري. بارو بارو بدي بارو بتحليلك بارو يعني، قول لي عشان تفهمنا بعقليتنا شو بده نتنياهو. يمكن انه اعتبارات نتنياهو هي اعتبارات سياسيه داخليه، معناها انه كيف اسلفت انه في هناك اطراف متطرفه للغايه، احزاب متطرفه للغايه، بلا يريدون ان وقف اطلاق النار، ويهددوه بأنه إذا يقبل مفاوضات ما أو في هناك كأنه أفاق لمفاوضات سلام مع الوفد الفلسطيني أو الطفل الفلسطيني، يهددوه بأنه يترك الحكومة، وهذا ما يؤدي إلى انتخابات جديدة، وفي هناك أنه مجال احتمال بأنه يخسر الانتخابات. طبعا في هناك اعتبارات من هالنوع بأنه نتنياهو لا يريد أن يتقدم اتجاه حل سلمي في قطاع غزة. لذلك كيف ما أسلفت وقلت أنه ليس هناك أي أهداف إضافية يريد أن يحققها في
في قطاع غزة يريد تجديد الاحتلال الإسرائيلي، هذا سيكون خطأ تاريخي لإسرائيل. وأنا أتكلم كإسرائيلي، أتكلم كإسرائيلي مواليا لدولتي، وهذا لا يصنع مصالح إسرائيل، هذا تجديد الاحتلال في قطاع غزة طبعا هذا شيء واضح. لكن للأسف الشديد كيف ما أسلفت أنه هناك نتنياهو يخضع لهذه الأطراف، الأطراف المتطرفة في حكومته، ويبدو أحيانا بأنه ليس له السيطرة، أنه هو لا الزعيم الذي يسود الأمور بشكل مستقل. طيب بدقيقة أيضا انتهت هذه الفقرة، لأنه دكتور جمال يعني إذا نتنياهو ما عنده خطة لليوم التالي اللي بسمها الحرب، هل الفلسطينيون لديهم خطة لغزة؟ بالتأكيد، أولا نتنياهو يعني مجرد يرفض حماستان وفلسطين هذا واضح ودليل وتأكيد على أنه يرفض عملية السلام كاملة، وربما له كتاب في 98 أو 96 مكان بين الأمم أشار لرؤيته لعملية السلام. هو يريد، لا يريد سلام، هو يريد لا يريد أن يكون الشعب الفلسطيني على أرضه تماما، وربما هذه الحرب وفرت له الفرصة لتحقيق جزء من أهدافه الأيديولوجية. إذا نتنياهو له بعد أيديولوجي في ممارساته السياسية وليس فقط اعتبارات شخصية كما يقال هنا هناك. بالنسبة للفلسطينيين نعم، نحن دائما جاهزين، وهناك خطة، والخطة واضحة للفلسطينيين، هي إقامة دولة فلسطينية باعتراف كل دول العالم، ونحن مع رؤية حل الدولتين. إذا دائما نحن جديين، ونحن الجانب الفلسطيني جدي في تبني عملية السلام، وهناك خطة واضحة هي قائمة على هذه الخطوط العامة التي نناضل من أجلها، وتناضل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بقياداتها بكل ما تملك من عناوين سياسية من أجل إقناع العالم وتثبيت العالم من خلال كل المؤسسات الدولية أن الخطة الفلسطينية واضحة وجاهزة. ولكن دائما الذي يرفض التبني دائما، أو الذي يعيق تنفيذ هذه الخطة، هو الجانب الإسرائيلي. دائما الفلسطينيين جاهزين، والعنوان الكبير دائما للجاهزية الفلسطينية هو انسحاب الاحتلال وتوقف هذا الاحتلال، وإعلان الاستقلال والحرية والتقرير حسب القانون الدولي وحسب مقررات الشرعية الدولية. إذا نحن واضحين ووضوح الشمس، ولكن دائما الذي يعيق ذلك هو الجانب الإسرائيلي. للأسف سواء كان نتنياهو أو غيره لم يتبنى على عملية السلام كاملة ضمن الشروط الدولية والمعترف بها من ضمن مقررات المجتمع الدولي. طب شوف، أنا الصراحة انتهى الوقت، بس بدي أستغل فرصة وجود يوسي يونا كونه يساري. أنتوا كفلسطينيين كنتوا تراهنوا على اليسار، تعتقدوا أنه اليسار أيضا خيب أملكم وظنكم، كنتوا تتعولوا عليه في الداخل الإسرائيلي دكتور جمال؟ بالتأكيد نحن تمنينا أن يكون اليسار الإسرائيلي عنده القدرة على إقناع المجتمع الإسرائيلي كاملا بأهمية عملية السلام، وبأهمية أن يكون هناك توافق وتعاون ورؤى قائمة على سلام حقيقي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ولكن يمكن نرى جميعا ربما الانزياح الكامل للمجتمع الإسرائيلي إلى اليمين، وربما أنا سألت لأنه الدكتور يوسي دائما يكرر أنه يساري، وهي دكتور يوسي بقول لك الفلسطينيين انتم خيبتوا، كانوا يعولوا على اصواتكم بدقيقه. لا كل شوي بقول دقيقه، بس عن جد اخر دقيقه دكتور يوسي. احنا صوت فقد كثير من قوته في الشارع الاسرائيلي، هذا شيء حقيقي، والمجتمع الاسرائيلي باكماله اصبح اكثر واكثر يميني، هذا شيء حقيقي. ولما نتكلم على اليسار انه ليس له قوة واسعة، قوة عميقة في الشارع الإسرائيلي، هذا إذا نريد أن نكون نتكلم بصراحة، هذا الوضع الراهن اليوم في المجتمع الإسرائيلي. شكرا. من تل أبيب دكتور يوسي يونا عضو الكنيسة الإسرائيلية السابق، من القاهرة دكتور جمال فاضي أستاذ العلوم السياسية.